مرحبا يا صغاري، كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم جاهزون لدرسنا الجديد؟ هيا لنبدأ. ستزورنا اليوم النحلة السعيدة وتعرفنا على فصل جديد تحبه كثيرا. ما هو هذا الفصل يا ترى؟ شاهدوا الفيديو حتى النهاية لنعرف ما هو هذا الفصل. لتنفيذ هذا النشاط ستحتاجون إلى صور تعبر عن فصل الربيع، البطاقة وقلم رصاص. النحلة السعيدة أحضرت لنا فيديو عن الفصل الذي تحبه، هيا لنشاهده ونحاول أن نحزر ما هو هذا الفصل. هل عرفتم ما هو الفصل الذي تحبه النحلة؟ أحسنتم، إنه فصل الربيع. هيا لنتعرف على فصل الربيع ومظاهره. انظروا يا صغار، هذا صديقي جاد وأخته ليا، يبحثان عن الحشرات التي تظهر في فصل الربيع. هيا لنتعرف معا على فصل الربيع. في فصل الربيع يا صغار تلبس الطبيعة ثوبا أخضر جميل، انظروا إليها ما أجملها. في فصل الربيع تزهر الأشجار. هل تعرفون يا صغار ما هي الأشجار التي تثمر في فصل الربيع؟ هيا لأخبركم. شجرة اللوز وشجرة الجنارك وشجرة الكرز ونبتة الفراولة اللذيذة. في فصل الربيع أيضا تزهر الورود بمختلف الألوان، منها الزنبقة الصفراء، شقيقة النعمان الحمراء، وزهرة الربيع البيضاء، والوردة الجميلة الحمراء. في فصل الربيع أيضا يا صغار تظهر الحشرات والطيور. تعود الطيور لتغرد من جديد. تحوم الفراشات الجميلة. تنشط النحلات لتصنع العسل اللذيذ. أما الدعسوقة الحمراء تتنقل من زهرة إلى زهرة. في فصل الربيع يا صغار يكون الجو معتدلا وجميلا والسماء صافية. هذه هي يا صغار مظاهر فصل الربيع. الآن يا صغار سوف أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة، أفكر ثم أجيب. كيف تكون الأشجار في فصل الربيع يا صغار؟
فكروا. تكون الأشجار في فصل الربيع خضراء ومزهرة. أحسنتم يا أبطال. ما هي الحشرات التي تظهر في فصل الربيع؟ فكروا. الحشرات التي تظهر في فصل الربيع هي الفراشة، النحلة، والدعسوقة. ممتاز. الآن يا صغار، كيف يكون الطقس في فصل الربيع؟ هل يكون ماطر؟ كلا، أحسنتم. يكون الطقس في فصل الربيع معتدل ودافئ. الآن يا صغار، سوف نقوم بحل بطاقة، لذا أحضروا الكتاب وقلم الرصاص. التعليمة هي: حوّك الصور التي تعبر عن فصل الربيع. تعلمنا اليوم فصل الربيع ومظاهره. وسنتدرب أكثر من خلال ترداد مظاهر فصل الربيع وحل البطاقة. إلى اللقاء يا صغاري، أراكم في فيديو جديد، وأنا أنتظر الفيديوهات والصور الخاصة بكم.